السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستعرض لكم مشروع في منطقة حيوية في طرابزون. المنطقة هذه اسمها منطقة كاشستو، ويسموها أيضا منطقة يمرة. المشروع اسمه جوكسو بارك. المشروع عبارة عن بنايتين أو برجين، 11 طابق، في كل دور فيه 3 شقق. الشقق مساحتها 170 متر مربع. يوم نيجي نحسبها كبنايتين تقريبا 33، 66 شقة موجودة في البنايتين ككل. الخدمات اللي موجودة في المجمع: ملاعب الأطفال، مواقف للسيارات مغلقة، مواقف للسيارات مفتوحة، بالإضافة إلى جلسات العائلية، المساحات الخضراء، وأيضا الكاميليات. المنطقة مرموقة وحيوية وجدا مناسبة للعوائل الخليجية. تعالوا مع بعض نديكم التفاصيل في أرض الواقع. وصلنا الدور الأول. زي ما تشايفين موجود 3 شقق في كل بناية، شقة جانبية وشقة في الجانب الأيسر وشقة وسطية. موجود أيضا مصعدين، كل مصعد يسع إلى 8 أشخاص. نصور لكم الشقة اللي على الجانب الشرقي. شقة 3 غرف صالة بمساحة 170 متر مربع. زي ما تشايفين الأبواب التركية عالية الجودة والأمان. باب الشقة من هنا. الأرضيات كلها سيراميك ذات درجة أولى وموزع للغرف. يمينا على طول الصالة. زي ما تشايفين مساحة الصالة تقريبا 30 متر مربع، 5 × 6. موجود أيضا تمديدات، التكييف واصلة لكل غرفة، وعندنا الواجهة الأمامية واجهة على الطبيعة، شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. وعندنا مخرج للبلكونة، نشوف الإطلالة من هنا. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، وهذه الإطلالة الرائعة اللي تشايفينها إطلالة البلكونة، إطلالة بحر وطبيعة. والميزة الحلوة في المنطقة أنها قريبة من البحر ومن الشاطئ، بالإضافة إلى المواصلات اللي موجودة أنها راح تكون في الشارع الرئيسي الممتد هنا، راح يكون في مواصلات بجوار المبنى. منطقة كاشستو منطقة جدا رائعة وجدا حلوة، أنه كل الخدمات موجودة فيها: المدارس، المطاعم، السوبر ماركتات، الكافيهات، بالإضافة إلى شاطئ كاشستو قريب من الموقع. نكمل تفاصيل الشقة. نطلع من الصالة نتوجه إلى المطبخ. مقابل الصالة الدواليب هذه اللي انت شايفينها دواليب خاصة بالأحذية والعبايات. يمين الصالة عندنا المطبخ. زي ما انتم شايفين دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، بس ناقصها الرخام. يعتبر الشقة الصفر، يعني خلاص ان شاء الله خلال فترة زمنية قصيرة راح تكون جاهزة للتسليم. والمخرج الآخر للبلكونة من جهة المطبخ، يعني البلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة. نطلع من المطبخ نتوجه إلى الغرفة الأولى. مساحة الغرف جيدة تقريبا، نقدر نقول 3.5 × 4، والأرضيات كلها باركيه درجة أولى، وأيضا تمديدات المكيف في كل غرفة. نطلع ونكمل تفاصيل باقي الغرف. عندنا هنا دورة مياه أولى وانت بكرامة بنظام عربي. مقابلها دورة مياه رئيسية تابعة للشقة ككل. عندنا بجوار دورة المياه الرئيسية عندنا غرفة خاصة للغسيل مجهزة بدواليب ومكان خاص للغسالة. غرفة خاصة للغسيل. بجوار غرفة الغسيل عندنا الغرفة الثانية. الجميع الغرف درجة أولى باركيه مزودة بكل الغرف، وأيضا أجهزة التدفئة المركزية. بجوار الغرفة الثانية عندنا غرفة الماستر. زي ما انتم شايفين مساحتها ايضا جيدة، مساحتها تقريبا 4 × 4 او 4 × 4.5.
غرفة الماستر فيها مكان خاص اللي هو الدريسنج روم، اللي هو غرفة تغيير الملابس المزودة بالدواليب خاصة. وداخل غرفة الدريسنج روم عندنا التواليت الخاص بغرفة الماستر، وما ننسى البلكونة الخاصة بغرفة النوم الرئيسية. هذه البلكونة إطلالتها على الشارع الخلفي للمجمع، زي ما انتم شايفين مجمع انجي برايم مطل خلفنا، والشارع المؤدي الى المستشفى القانوني راح يكون امامنا. في نهاية الفيديو أرجو أن المكان يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.